واحد أنت ولا غيرك يعبد. واحد أنت ولا غيرك يعبد. واحد أنت ولا غيرك يعبد. تصطفر الرسل بوحي يتجدد. صحف الإيمان تعلو آياتك في دجى الأسنان ضوءا يتوقد. صحف الإيمان تروي قصصا معجزات منذ نوح لمحمد. يوسف والذئب المفنى قصصا تبعث فينا حكمة تشرح القلب بنور ليس ينفد. تشرح القلب بنور. لكن الأمة المسكينة حملت في هذا العام ما أسوأ حظك يا أمة. سيداهم طفلك عام الذبح. سيداهم طفلك عام الذبح. ما أسوأ حظك يا أمة. كيف حالكم؟ أهلا بك. انظري انظري هارون. هارون الصغير. الآن اجلسي. مريم. فليشفعوا لي حبك. نعم نعم يا أم هارون، أصارحك القول. نعم، ما جئت إلا ونيتي إخبار الذباحين. ولكني وجدت لابنك هذا حبا في قلبي ما وجدت مثله من قبل. احتفظي بابنك. شكر لله. حفظك الله. كبرت يا مريم سريعا. كيف تعجزون عن علاج ابنتي من البرص؟ مولاي، إننا نقول ليس لدينا نحن العلاج، ولكننا مرة أخرى تعترف بعجزكم. مولاي، أتأذن لي؟ تقدم. هل تعرف دواءها؟ نعم. ولماذا لم تتكلم؟ مولاي، إننا جميعا نعرف الدواء ولكنه ليس عندنا. ماذا تقول؟ مولاي، إن دواءه وريق إنسان قادم من قبل البحر. ماذا؟ عند شروق الشمس في يوم الاثنين الموعود يكون ذلك. إذا وضع ريق هذا الإنسان على مكان البرص تبرأ منه. ماذا تريدين؟ أبحث عن تابوت صغير. لأي غرض؟ بهذا الحجم. مثل هذا؟ لا، هذا الحجم مناسب، ولكن الماء يدخل من فتحاته. ألا يوجد تابوت ليست به هذه الفتحات؟ يمكن صنعه من الخشب. نعم، هذا أصلح. أعودي صباح الغد. كلا كلا، أنا أريده الآن. هذا مستحيل. أدفع لك ما تشاء. يا امرأة، هل مات وليدك؟ كلا كلا. لماذا إذن الاستعجال؟ هوني عليك،
أخبريني ما هي المشكلة؟ اسمعي، اطلي الفتحات بهذا القار فيسدوها. شكرا لك. اسرعي اسرعي من هنا حتى لا يراك أحد. ماذا تريد؟ هل لديك شكوى؟ اغرب عنا أيها الأخص، لابد من تأديب. لا ينقصنا إلا الأخرس. صباح مشرق أيها الصانع. صباح الشمس المشرقة. إنني أتكلم، إنني أتكلم. ماذا؟ فك لساني، فك لساني، فك لساني. هل تسخر من جنود الملك؟ خذ. الذباحون، الذباحون في الخارج يا أماه، أسرعي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ذهب الجنود. أين أخي؟ أماه أين أخي؟ إنه في التابوت في الماء، قد أخذه الطيار. أماه لا تخافي، سيعيده الله إلينا آمنا. كيف؟ اذهبي في هدوء بجوار الشاطئ وراقبي. نعم ولكن حذاري أن يعرف أحد. نعم أنه أخوك. لا تدعيه يغيب عن نظرك، وعندما تجدين الفرصة عودي لتطمئنيني. بصري ولساني فلن أخبر أحدا أبدا عن مكان هذا الوليد، وأن أكون معه أحفظه حيث يكون. يا هذا الغيب، ما أجمل الحياة وأنت بيننا، نلعب بالمياه لتصمتي هنا يا ابنة. أحضروا هذا الشيء. افتحوه. دعوني أحاول أنا. ما أجمله، إنه ريق الإنسان القادم من البحر. ما
اختفى بعض البرص من المكان الذي وضعت عليه ريق الغلام. أكملي وضعه ليتم شفاء. يا لليوم السعيد، أحبك إلي يا طفلي العزيز. لقد برأت ابنة الملك، إنه طفل عبراني. عبراني عبراني، إنه الطفل المزعوم يا مولاي. اقتلوا هذا الرضيع. إنه طفل رضيع. إنه الغلام العبراني كما تعلمين. ولماذا هو بالذات؟ لماذا لا يكون أحد الذين عاشوا من سنوات السماح؟ ولكن هذه ليست سنة سماح. سوف نربيه ونتخذه ولدا. نربيه ويصبح قرة عين لي ولك، كما أن ريقه دواء ابنتنا. أحضروا له مرضع. أستطيع التحمل، سأذهب إليه. ولكنهم لو عرفوا أنه عبراني سيقتلوني. يا الله يا رب. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اذهبي عند باب القصر لعلك تسمعين ما يطمئننا. ما يريد يا مولاتي؟ انه يرفض كل المرضعات. احضرنا مرضعات اخريات. لا يوجد في القصر غير هؤلاء. لدي فكرة، احملناه الى السوق، قد تجدنا احدى المرضعات. ولكن عليكن بالحرص الشديد. انه يرفضني. فليرفض كل المرضعات، وما العمل؟ ابحث عن مرضعة غير هؤلاء. هل من مرضعة أخرى؟ هل من مرضعة أخرى؟ هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ما يدريك ابن صحيب، لعلك عرفت هذا الغلام. أنا؟ كلا كلا. دلينا على أهله. لا أعرف. وهل تستطيعين إحضار هذه المرضعة؟ نعم نعم. إذن لا تتأخري. مرضعت إلى القصر. أعيش في القصر؟ نعم، ابقي عندي لترضعي ابني هذا، فإني لم أحب أحد مثلما أحببته. لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع. ستجدين في القصر كل ما تشتهين. وأترك أولادي؟ نرسل لهم ما يشتهون. إنهم يحتاجونني أنا أيضا. سوف تزورينهم من وقت لآخر. لا أستطيع. ولكن إن طابت نفسك أن تعطيني إياه فأذهب به إلى بيتي. بيتك؟ نعم، مع ولدي أرعاه وسوف أوليه كل خير. لكن إني غير تاركة بيتي وولدي. لك ما شئت، ولكن احفظي ولدي. نعم يا سيدتي. وليزورني من حين لآخر. نعم. جهزوا ابني بكل شيء وأعطوا مرضعته ما تشاء. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومرت الأيام واشتاقت آسيا لرؤية موسى، فأرسلت في طلبه
سيصل ابني لزيارتي اليوم، سوف نرى كيف يحبه الجميع. حب الناس له فوق التصور. الآن نذهب إلى والدك الملك ليكرمك. العبراني، إنه عدوي. مولاي، إنه لا يعرف ما يفعل. كلا، إلي بإناء به جمر من النار وإناء به بعض الجواهر، قدمهما للطفل. يا الله، صحن. زال طفلا. شكرا لله. إن ابني يشكرك على عطيتك يا مولاي. شكرا لله. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. ومرت السنون والسنون، ويحفظ الله نبيه موسى من الطغاة المفسدين. أين موسى؟ خرج منذ الصباح يا مولاي ليلحق بنا فور عودته. نعم. كبر وأصبح رجلا، سمعت أن فرعون يقربه منه. إن العبرانيين يلجؤون إليه دائما. نعم، فهم في حماه منذ أن كبر. بل قل أن الملك يحبه. خرج الملك صباحا إلى طريق منف. هذا الحطب للملك، فكيف تأبى حمله؟ إنه عملك وليس عملي. كل العبرانيين خادم للملك. ولكنهم ليسوا خدما لك. إنني خباز الملك. إذن فهو عملك أنت. إنني لم أطلب منك أن تكون خباز الملك. وماذا طلبت مني منذ قليل؟ حمل هذا الحطب. أرأيت أنك تطلب مني أن أقوم بعملك؟ كلا، لم أطلب منك القيام بعملي، ولكن امضي إذن في سبيلك. احمل يا هذا حطب الملك، وإلا
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. تقول إن الخباز قد قتل؟ نعم. ومن قتله؟ إنهم بنو إسرائيل. خذ لنا حقنا يا مولاي. أحضروا القاتل هنا. ولكن... وأحضروا أيضا من شاهد مقتله. ولكن لم يره أحد. وهل يحكم الملك بغير بينة؟ إن الملك لا يستقيم مع الظلم. هل رأيت من قتل خباز الملك؟ كلا، كان وقت القيلولة وكنا نستريح في بيوتنا. وهل رأيت أنت؟ كلا، كنت في بيتي. وأنا؟ لا لا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. هل اعترف الإسرائيلي بذلك؟ نعم، وفر خائفا من موسى وظن أنه سيقتله هو أيضا. أحضروا موسى في الحال. نعم. وكذلك الرجل الذي شهد على موسى. نعم يا مولاي. أسرع أسرع يا رجل الخير، أنقذ موسى من هذا الشر، هذا عهد لله البر، والله لديه كل الأجر. أسرع أسرع يا رجل الخير، أنقذ موسى من هذا الشر، هذا عهد لله البر، والله لديه كل الأجر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ثمانية أيام تبحثون ولم تعثروا عليه؟ نعم يا مولاي. ولا يعرف أحد أين اختفى. لعله مختبئ عند العبرانيين. لقد فتشنا كل البيوت. لعله هرب إلى الصحراء. فرق الجند تبحث عنه في كل الوادي حتى الآن. إلى مدين وصل موسى وجلس يستريح. تراجعي إلى الخلف بأغنامك. لقد جئنا قبلك. لا يهم، هذا دورنا وليس دورك. إن كنا نساء وعليكن الانتظار حتى ينتهي الرجال. إننا نأتي كل يوم وننتظر حتى تسقط. حسنا،
افعلي مثل كل يوم. لقد بكرنا اليوم. ولكننا جئنا فتراجع. ولكننا نفتي الآن غنمنا. لا يهم لا يهم. تحرك فغنموكما تسد الطريق. هيا ننتظر بعيدا يا لي. لقد جئنا مبكرين اليوم حتى لا نتأخر على أبينا. وماذا نصنع مع هؤلاء الرعاة؟ تقدم موسى وللفتاتين سقى الأغنام. أعطتما مبكرتين اليوم. أشفق علينا رجل صالح وسقى لنا. من هو؟ يبدو أنه غريب. وماذا قال والدك؟ قال يجب أن نشكره على ما قام به معنا. لعله لا يزال هناك. نظنه لا يزال جالسا عند البئر. إذن أسرعي يا ابنتي ونفذي رغبة أبيك. نعم سأذهب لأدعوه. وانطلقت إحداهن على استحياء تدعو موسى أن يصحبها لأبيها. فلما سبقته أوقفها ودعاها أن تمشي خلفه حتى لا تأثم عيناه بالنظر إليها وهي تسير أمامه. قال شعيب لما قص عليه موسى قصصه حسنا يا ولدي فالله يحبك أنجاك من الظلمة والسفاحين. أبي يطلب غطاء لضيفنا في الخارج. هل ينام في الخارج؟ نعم ألح عليه أبي كثيرا أن يدخل المنزل فأبى. أمي ماذا يا سفورة؟ لعل أبي يستأجر هذا الرجل. ها؟ إن خير من يستأجره القوي الأمين. وكيف عرفت أنه قوي؟ لقد زاحم الرعاة يا أمي وسقى لنا قبلهم جميعا. وكيف عرفت أمانته؟ أبى أن يسير خلفي في الطريق حتى لا ينظر إلى ظهري. هذه أخلاق الأمناء. سأتحدث إلى أبيك. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. لقد استأذن موسى أبي لزيارة أهله في مصر. نعم أعلم ذلك. لقد مرت 10 سنوات الآن وإنه لرجل كريم. كيف يا أمي؟ عندما مرت 8 حجج قال له أبوك الآن أتممت دينك. فرد قائلا بل أكملها 10. ولكننا ماذا؟ ما وراءك يا سفورة؟ نريد بعض الأغنام نعيش منها في سفرنا. نعم يا سفورة لقد وعده أبوك بكل ما تلده الأغنام هذا العام. شكرا لأبي شكرا. هل سنأخذ هذه الأغنام معنا إلى مصر يا أمه؟ نعم. أليست أغنام جدي؟ لقد أعطاها لنا. سأضرب جانبها كما فعل أبي. لماذا؟ حتى تلد أغناما كثيرة. كلا لا تضرب الشاة أبدا واترك عسى أبيك مكانها.
ولكنني أريدها أن تتزايد. إنها كثيرة بما يكفي. كلا، لا تكفينا جميعا. هل تريد أن تأخذ لنفسك منها؟ بل أريد أن يأخذ عمي هارون وعماتي مريم وجدتي منها. إنها تكفينا جميعا. أين أبي؟ أريد أن نذهب الآن إلى مصر. أبوك يستريح الآن، إنها القيلولة. أشرقي يا شمس خيرا واملئي الدنيا أمانا، قربي مصر إلينا قصري فينا الزمان. أشرقي يا شمس خيرا واملئي الدنيا أمانا، قربي مصر إلينا قصري فينا الزمان. إن في القلب حنينا يعجز الدنيا بيانا، إن في القلب حنينا يعجز الدنيا بيانا، يعجز الدنيا بيانا. خبري يا شمس عنا كل من يسأل عنا، إننا نحمل حبا دافئا قلبا وعينا. خبري يا شمس عنا كل من يسأل عنا، إننا نحمل حبا دافئا قلبا وعينا. إن في القلب حنينا يعجز الدنيا بيانا، إن في القلب حنينا يعجز الدنيا بيانا، يعجز الدنيا بيانا. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. أين ذهب أبي؟ ذهب لإحضار بعض النار. غطي نفسك يا ولدي. لماذا لم يشعلها هنا؟ فهو ماهر في إشعال النار. الريح شديدة ولا تساعد على اشتعال النار، ابق تحت الغطاء. ولكن ماذا؟ من أين سيأتي بالنار؟ لقد رأى نارا على بعد في هذا الوادي. سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت، 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 سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وتمر الأيام ثقيلة يتسرب فيها القلق إلى قلب الأم وإلى قلب الابن. أمي، لقد تأخر أبي طويلا. قلبي يحدثني أن شيئا عظيما قد حدث. هل سيعود أبي؟ الله معنا يا بني. هل أنتم أهل موسى؟ نعم. وأين هو؟ ذهب منذ أيام لإحضار نار ولم يعد. إنني عائد إلى مدين، هل تعودان معنا؟ ولكن لو عاد ولم يجدنا؟ سيلحق بنا، لا تخاف. لا يطاوعني قلبي أن أتركه. ولكن المكان موحش، وستكون بمفردكما هنا. يا إلهي، كيف أذهب بدونه؟ يا سيدتي، أعودي إلى ديارك وسوف نخرج للبحث عنه. في هذا الحال نعود معك. سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت، سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت.
وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت، سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت، سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى فرعون ومعه شقيقه ووزيره هارون. يا حارس، مع من تتكلم؟ هناك رجلين لا أدري كيف دخلا ووصلا إلى القصر. ماذا يريدان؟ من أنتما؟ وكيف دخلتما إلى هنا؟ هل تعرفان أين أنتما؟ وماذا تريدان؟ إنا رسول رب العالمين. هل انتهيت من أعمال اليوم يا هامان؟ أمر مولاي. إذن إلينا ببعض الترفيه. استدعوا بطال. مولاي لقد جاء بطال. Ha 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 ha
مولاي. هل انتظرتموني طويلا؟ هناك رجلان في الخارج يريدان يريدان مقابلتك، ويقولان قولا عجيبا، يقولان إن رسول رب العالمين إلى فرعون. مولاي، هل ترسل لنفسك الرسل؟ لماذا لا تسمح لهما بالدخول؟ فقد طال بهما الانتظار، أتدري كم؟ عامان. احضروا من هما بالباب. وقال موسى: يا فرعون، إني رسول من رب العالمين. من؟ ماذا أسمع؟ ومن المتكلم؟ إن أحدهما هارون العبراني، والآخر لا أعرفه. إنه موسى. إنه موسى. آه، ذلك الذي قتل خباز الملك ثم هرب. موسى، موسى، ذاك الذي ربيناه وليدا ولبي العالمين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئت أتك بشيء مبين. فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يا موسى، أبعدها عنا. ساحر، ماذا ترى أن نفعل يا هامان؟ هذا السحر لا يقف أمامه إلا السحر. أرجه أخاه حتى نجمع له أعظم الصخرة من كل الأنحاء. أريد كل الصحراء، كل الصحراء. سنجمعهم من كل الوادي، وليكن موعدها يوم الزينة ليراها كل الناس. إذن موعدنا يوم العيد، يوم النيروز. سنقيم مباراة في السحر شيقة. جنود الملك تجمع الصحراء منذ عدة شهور وأنت تقول؟ بل وجمعهم من كل الوادي. نعم نعم، أعلم ذلك، ولكن تم تصفيتهم حتى لا يدخل المباراة إلا كبار الصحراء. أتعلمون من هو كبير الصحراء؟ إنه يوحنا بلشمون.
يبدو أنني لم آتي بجديد، فالأخبار عندكم؟ لقد تم تصفيتهم من عدة آلاف إلى 70 فقط، غير رؤسائهم. هل تعرفون من دربهم؟ رجلان مجوسيان. مجوسيان؟ ومن أهل نينوى. هذا ما كنت أخشاه منذ البداية، إنني خائف من هذه المباراة. جمع فرعون السحرة من كل مكان وحضر القوم ليشهدوا المباراة. لقد جمع الجنود عددا كبيرا منهم، وهل يتأخر عن هذا اليوم أحد؟ نعم، هذا يوم لا يتكرر. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. مولاي، هل تكافئنا إن كنا نحن الغالبين؟ نعم، وستكونون من المقربين. إنني بل وسنكون من المقربين إليه. هذا يوم سعدنا. سعدنا؟ نعم، فالملك راض عنا. قلبي ثقيل يا إخواني. لا تجعل الهزيمة تتسلل إليك. وهل أملك من أمري شيئا؟ يجب أن لا نترك الملك ينتظر أكثر من ذلك. سأطلب من موسى أن يلقي عصا. ما هذا الذي قلت؟ ما سمعته؟ صدري منقبض منذ الصباح. تقدموا وألقوا حبالكم وعصيكم. اتفقت مع موسى على ذلك؟ نعم. بعزة فرعون. بعزة فرعون. بعزة فرعون. بعزة فرعون، إنا لنحن الغالبون. مالك لا تصيب؟ ألست سعيدا؟ هل انتهت المباراة؟ هل لديك شك في الصحراء؟ انظر، موسى يتقدم من الساحة. آمنا برب العزة. ماذا؟ رب موسى وهارون. أنا ربكم الأعلى. آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه كبيركم الذي علمكم السحر يا هامان. مولاي، قطعوا أيديهم وأرجلهم. نعم يا مولاي. واصلبوهم على جذوع النخل. نعم يا مولاي. هل جننتم؟ تعصون الملك؟ لا ضير لنا في ذلك. ألم أقل إنكم جننتم؟ إنا إلى ربنا منقلبون. تقدموا
تقدموا إذن واطلبوا العفو من الملك. إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين. مولاي مولاي، لقد قطعنا أيدي السحرة وأرجلهم وصلبناهم على جذوع النخل، ولكن ماذا؟ هل تترك موسى وقومه يفسدون في الأرض؟ إن موسى لم يفعل شيئا يؤاخذ عليه، فهذه المباراة قد أمر بها مولاي الفرعون. ولكن الناس تأثروا بما رأوا. ما حدث سيترتب عليه إفساد كثير في القوم. القوم الذي يعبدوك يا مولاي، ولكنهم سيتحولون لعبادة إله موسى. بل إن بعضهم قد آمن به فعلا وعددهم يتزايد. سيأتي يوما يتحولون جميعا عن عبادة فرعون. اقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم. زادت وطأة العذاب ولم أعد أحتمل. ومن منا يحتمل يا هذا؟ لقد مات الكثيرون بسبب التعذيب والسخر. نعم، إننا نعمل طوال اليوم بدون تعب. ثم يتركوننا قائلين اذهبوا لتتكسبوا قوتكم، وعادوا إلى استحياء النساء وقتل الأطفال. لم يكن الأمر هكذا قبل عودة موسى. كنا نظن أنه سيفعل شيئا. العجيب أنه في كل مرة يقابل فرعون تزداد السخرة والعذاب. عندما يحضر موسى هذا الاجتماع سنطالبه بسرعة التصرف. سيقول لكم مثل كل مرة استعينوا بالله واصبروا. عسى ربكم أن يهلك عدوكم. كيف بعد أن نهلك نحن؟ لقد حضر موسى وهارون. إنني رغم تحذير موسى فإنه لازال مصرا على دعوتي لعبادة إله غيري. وهل يوجد إله غيرك يا مولاي؟ شل لسانك يا كافر. لا إله إلا الله. مولاي، إن العبرانيين قوم موسى وليسوا مصريين، لذلك يعملون خدما لنا. لا تقاطعني. معذرة يا مولاتي. داهم يغادرون الوادي مع موسى. هذا ما يطلبه ربيبك موسى. نعم. ومن يقوم بالعمل مكانهم؟ لنعتمد على أنفسنا. مولاتي، هل تطلبين أن نكون خدما؟ كفى، ولا تخاطبني في هذا الأمر مرة أخرى. حفظك الله يا موسى. مولاي، هل تتركه يفسد الناس؟ لقد آمن به كثيرون، ولعل كثيرون أيضا لا نعرفهم آمنوا به. رأيت يا مولاي، سوف يتحول الناس عن عبادة فرعون. إلى ماذا تهدف أيها الوزير هامان؟ ليحكم مولاي. لن أهدأ حتى أكشفهم لفرعون. لنضعه في السجن. سيظل خطره موجودا. اللهم رب السماوات والأرض، احفظ موسى واهلك القوم الظالمين. اقتلوا موسى. مولاي، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ماذا تقول أيها النجار؟ هل هناك رب غيري؟ لا إله إلا أنت يا الله. وزوجك أيضا تقول لابنتي إن لها ربا غيري. لقد انكشف أمره يوم الزينة يا مولاي. كيف؟ كان سعيدا بانتصار موسى. أنت وزوجك إذن. ومن المحتمل أولادهما الصغار أيضا. لقد امتد الفساد في حاشية فرعون. ليحكم مولاي. الموت لهم جميعا. مولاي، إنه نجار القصر. أعلم ذلك، فأنا الذي وجدته يوم أن جاءني بشكل جديد لكرسي العرش. وزوجه في خدمتنا من قبل. سنجد غيرهم. مولاي، أعفو عنهم. هل يتراجع الملك عن قراراته؟ يا الله يا غفور، اغفر للنجار وزوجه وأولاده. يا الله يا رحيم، أنزل علينا رحمتك. لا إله إلا أنت.
لعلك تبكين النجار وزوجه. لقد صلبناه على جذع النخل حتى مات، أما زوجه وأولاده فقد أحرقناهم. لقد رأيت هذا، منظر جميل من شرفاتك. الويل لك يا فرعون. ماذا؟ عذبت وقتلت أرواحا طاهرة. ماذا تقولين؟ عذبك الله. لعله اعتراك الجنون. ما اعتراني الجنون، ولكن ما فعلته يغضب الله. الله؟ هل لك إله غيري؟ لا إله إلا الله. هل آمنت برب موسى؟ إنه رب الناس كلهم ولا إله غيره. إن لم تكفري بإله موسى فسوف يكون الموت نصيبك. والله لا أفعل ذلك أبدا. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. هل جئت من غرفة التعذيب؟ إنها... نعم. أيها الوزير هامان، هل تخفي عني شيئاً؟ كلا يا مولاي، وزيرك لا يخفي عنك شيئاً، ولكن... ولكن ماذا؟ مولاتي الملكة. هل تكلمت أخيراً وكفرت بإله موسى؟ لماذا لا تتكلم؟ ماتت الملكة أثناء التعذيب. ماتت؟ نعم. تحملت العذاب كل هذه الأيام الطويلة من أجل إله موسى؟ نعم، بل وكانت مبتسمة طول الوقت. أي إله هذا الذي يموتون من أجله؟ يقولون إنه الإله الوحيد لهذا الكون. وأنا؟ هم يقولون إنك بشر مثلهم. مثلهم؟ إنني لا أفعل ما يفعلون، ولا أمرض، ولا أشكو مثلهم، وقد أتيت عمرا طويلا. ألست بربكم الأعلى؟ ولي ملك مصر وهذه الأنهار التي تجري من تحتي، وهذه القصور والجنود والقوة والعزة. ألست بربكم الأعلى؟ أيها الوزير همان، ألست كذلك؟ بلى يا مولاي. إنني أمرك ببناء صرح أصعد عليه، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا. انتهى أخيرا بناء الصرح. سبع سنوات يا مولاي، وكل من يستطيع البناء جئنا به ليشترك في البناء. وهل ارتفع كما أمرنا؟ ارتفاعا لم يبلغه بنيان من قبل، فإن ظله يمتد إلى آخر الأرض. غدا نصعد عليه.
هل مات كثيرون؟ نعم. والنجوم؟ كل من اشترك في البناء أصابه شيء. أتقصد هناك بعض من نجا؟ من نجا أصابته عاهة، البعض احترق، البعض شلت يداه أصبحوا عاجزين. نعم. لن أترك العبرانيين يعبدون إلها غيري. إن موسى لساحر، وكل ما أتى به ما هو إلا سحر. إنها قدرة الله ربنا. بل فرعون ربكم جميعا، وكذلك موسى عبد من عبيد فرعون. بل هو رسول الله. لماذا لا ترد؟ لقد كفر بنعمة فرعون، فقد رباه وأحسن إليه. لقد ألقته أمه في اليم بغدا له وزهدا فيه. يا كاذب. فأنقذه فرعون من الغرق، فآواه وكفله واتخذه ولدا، ثم فر آبقا، ثم غاد يحاربه. لماذا لا ترد؟ موسى رسول الله إلينا، ونحن نؤمن بالله ورسوله. لن نداه حتى نرده إلى عبادته وخدمته، أو نذيقه الذل والهوان. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، انصر عبدك موسى. عام آخر من الجدب والجفاف، لا أدري ماذا أفعل. إننا لا نجد ما نأكله. المطر، 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 الماء، الماء، وجاء الخير، جاء الخير. أوشكنا على الحصاد. إنه عام خير على الجميع. يقولون إن إله موسى قد رفع بلاء الطوفان، ولكن فرعون لم يترك قوم موسى يرحلون كما وعدهم. أنت إلهنا وأنت منقذنا، أنقذنا من الجوع، أنت المنقذ وأنت الملاذ وأنت الملجأ، وإننا عبيدك. جاء الفلاحون يعلنون ولاءهم لمولاي الفرعون. ولماذا يبكون؟ فرحا برؤياك. يبكون لرؤياي؟ إنها دموع الفرح يا مولاي. هل اختفى الجرد؟ بعد أن أتى على كل شيء. بلاء آخر، ليرحل العبرانيون. وماذا يجدي الآن يا مولاي؟ حقا، ومن يعمل إذا رحلوا؟ الويل لهم. يا مولانا الفرعون، يا مولانا الفرعون، يا مولانا الفرعون. إنني أهرش. عفوا يا مولاي. ماذا حدث لكم؟ هل تسخرون من أمه؟ رأيت موسى وهارون مع الجند في الخارج. مرة أخرى يستنجد فرعون بموسى لرفع البلاء، وهل يصدقه هذه المرة؟ وماذا يفعل يا ابنتي؟ في كل مرة يعده بالسماح لنا بالرحيل، ولكنه ينقص وعده. لماذا يصدقه؟ إنها ليست إرادة موسى. نعم، هي إرادة الله، ولعله هذه المرة يصدق في وعده.
وإذا لم يصمت ننتظر إرادة الله. بلاء جديد ينزل بفرعون وقومه. سيطلب فرعون من موسى أن يرفعه عنهم ليسمح لنا بالرحيل، وسيحنث بوعده مثلما فعل كل مرة. إيه، فاض الكيل ولم أعد أحتمل، فمتى الرحيل؟ مولاي، النيل، النيل يا مولاي ماؤه أحمر. هل تقصد أن تقول بدأ موسم الفيضان مبكرا؟ كلا، إنه دم. أعطني شربة ماء مما تشربه. خذ. أتأكد أنه ماء أولا. الآن أستطيع الشرب. إنه دم وليس ماء. لا، بل إنه ماء. وفي كل مرة يستنجد فرعون أن يا موسى ليرفع إلهك الرجس فندعم ترحلون، ولكن دائما يحنث بوعده فرعون. أيها الوزير هامان. مولاي، هل اختفى الدم تماما من الماء؟ نعم، وأصبح ماء صافيا كما كان يا مولاي. يا له من ساحر، يا له من ساحر. ومرت السنون والسنون حتى جاء أمر الله. لما تضعون علامات الدم هذه على أبوابكم؟ إن الله تعالى سوف ينزل العذاب عليكم دوننا، فما يعرفكم ربكم إلا بهذه العلامة؟ هكذا أمرنا نبينا وسوف ترى. ها، لقد فعلت كما أمرنا. بذلك قد تمت الخطة، فقد انتهينا من وضع علامات الدم على الأبواب. هل سنرحل عن مصر سرا؟ لا مفر من ذلك، فإن فرعون ينكث دائما وعده. لقد رفع الله عنهم الرجس، لماذا لا يتركنا نرحل؟ إرادة الله فوق إرادة الجميع. هذه حلي جارتك. نعم، وأنا أيضا اقترضت من صديقتك حليها. هيا هيا، فقد حان وقت الرحيل. فجأة عدد كبير من قومنا صباح اليوم. ماذا؟ فقدت كل عائلة ابنها الأكبر. شيء غريب يا مولاي، 70,000 ماتوا في ليلة واحدة. 70,000؟ كيف؟ لا أدري، لا أدري يا مولاي، فالصراخ في كل بيت. هل هو وباء؟ كلا، كلهم أصحاء. والعبرانيون؟ بيوتهم خالية منهم. أين هم؟ هربوا
ولقد أخذوا معهم حلي النساء جيرانهم. مولاي مولاي، ما وراءك؟ ابنك الأكبر، ابنك الأكبر وقد مات. ابني أنا؟ مات؟ ابن الملك يموت؟ كل هذا ما فعل موسى وقومه؟ بماذا يأمر مولاي؟ ليخرج الجيش بأكمله لإعادة العبرانيين. خارج في نهار من جديد، خارج من دجى ليل طويل، آملون في نهار من جديد. بعد أن عشنا سنين في عذاب وانتظار، قد خرجنا للحياة نبتغي أن نرى شمس النهار. أمه، أتريد أن تشرب مرة أخرى؟ كلا، ولكن ما هذا الصندوق؟ عندما نجلس سأقص عليك القصة. أريد أن أشرب. خارج خارج خارج. أياما وليالي، وأخيرا وصلنا إلى طريق مسدود. سيلحق بنا قوم فرعون. إننا لازلنا في الأراضي المصرية. الويل لنا، لقد استعرنا حليهم لنتزين بها في أيدينا، ولكننا أخذناه وهربنا. عندما يصلون سيكون انتقامهم منا كبيرا. انظروا انظروا ذلك الغبار، إنه غبار كثير. أظنه جيش فرعون. الويل لنا، كان بقاؤنا في مصر عبيدا أحب إلينا من الموت هنا. فالبحر أمامنا وفرعون وراءنا، وسيدركنا لا مفر. انظروا، أسرعوا بالعبور، أسرعوا. ينطبق علينا الماء. بالحاق بهم، أسرعوا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق عيني، طريق وسط الماء، هذا ساحر. ننزل خلفهم. إنني غير مطمئن للنزول. بل نسرع قبل أن يفلتوا منا. مولاي، لقد أتيت إلى هذا المكان مرارا، وما لي عهد بهذا الطريق. لا وقت لدينا.
لا آمن أن يكون هذا مكر موسى، إن فيه لهلاكنا. سيلحق بنا فرعون وجنوده، علينا أن نتحرك لنهرب منهم. إن موسى أمرنا بالتوقف. ماذا؟ هل نتوقف ليلحق بنا فرعون؟ انظر، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. انظر يا كالب، لقد نسوا محنتهم ولم يمض على نجاتهم من فرعون إلا بضع ساعات. أفوا عن هذا الغناء القبيح. ماذا تريد منا أن نقول في مثل هذا اليوم السعيد يا كالب؟ قولوا ربنا إنا نشكرك ونقدسك ونقدرك، رباه قد أنجيتنا في البحر بعد أن فرق، وبمائه وبموجه. ألم تكن أغنيتكم الأولى أكثر بهجة؟ صدقت والله يا سامري. للفرح أغانيه ورقصاته، وللعبادة تراتيلها وأناشيدها. أم أنا مخطئ؟ لا والله، بل عين الصواب. أرأيتم كيف كان المصريون يحتفلون بعجلهم أبيس؟ لم تكن عبادتهم له تمنعهم من الأغاني والرقص. ليت لنا مثل هذا العجل المقدس. ولم لا؟ إن الآلهة ليست حكرا على قوم دون قوم. يكاد الطفل يهلك عطشا. لماذا لا تطلب الماء من موسى؟ لا أمل لنا إلا في بئر أو ينزل المطر. أي بئر وأي مطر. إن موسى يجب أن يسأل ربه أن يوفر الماء لنا. نعم نعم، لابد أن يوفر الماء لنا. أين هارون؟ أين موسى؟ نريد ماء. لا تخاطبوا رسولكم بهذا الجفاء، ماذا تريدون؟ ألم أقل لكم إن عصاه السحرية تفعل كل شيء؟ إذن فلنطلب منه طعاما. نعم، فقد نفد ما لدينا من طعام. أين هارون؟ أين موسى؟ نريد لحما نقوى به على الترحال. نريد لحما نقوى به على الترحال. Thank you.
لقد أنزل الله عليكم المن والسلوى، فكلوا واشربوا من رزق الله. كلوا على قدر حاجتكم ولا تدخروا شيئا، هكذا أمر نبي الله موسى. أحسنوا ظنكم بالله، سيرزقكم من حيث لا تعلمون. ماذا تفعلين يا امرأة؟ لقد ادخرت بالأمس بعض اللحم ففسد، ألا يكفيك كل هذا الطير؟ ومن يضمن لي أن أجده غدا؟ امرأتك أكثر ذكاء منك، دعها تدخر اللحم يا رجل، فمن يضمن لها ألا تذهب هذه الطيور فجأة كما جاءت فجأة؟ متى سنظل نأكل المن والسلوى؟ لن نصبر على طعام واحد. نريد طعام الأرض من البقول الشهية. نريد العدس والبصل. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يا يوشع، لقد سئمنا من طعام السماء وتاقت نفوسنا إلى طعام الأرض. ازرعوها إذا شئتم. نزرع؟ هل ننتظر حتى نزرع البذور ثم ننتظر حتى تنمو البذور ثم تنضج الثمار ثم نجني ثم نحصد ثم أخيرا نأكل؟ ماذا تريدون إذن؟ العصا، العصا أيها الطيب يوشع، العصا. نعم، يضرب لنا الأرض بالعصا فتخرج لنا كل شيء ناضجا جاهزا للطعام. العصا آية من آيات الله، تعبدون الله أم العصا؟ المهم النتيجة. الويل لكم، الويل لكم. هيا واصلوا الترحال. أتعلمون ما وراء هذا الجبل؟ ما وراء؟ هل رأيتم أفضل من هذا؟ هذا ما نحتاجه فعلا. الأمر سهل. كيف؟ نطلب من موسى أن يجعل لنا إلها نعبده مثلما لهؤلاء القوم آلهة. وهل يقبل؟ لابد أن يقبل. أي جهل أنتم غارقون فيه، إن هؤلاء يعبدون أصناما. هل تتركون عبادة الله الذي نجانا من فرعون والذي أطعمنا وسقانا؟ ألا تسأمون من ترديد هذا القول لنا؟ ثم إننا لا نعرف على وجه التحديد ما هو المطلوب منا. أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به شيئا. آمنا. ها، ماذا بعد؟ أتريدون مقابلا لإيمانكم؟ يا رجل، إن لكل بضاعة ثمن، وإيماننا هو بضاعتنا، فلماذا لا نتقاضى عنها ثمنا؟ وما ثمن بضاعتكم؟ الطرف، النعيم، ملذات الحياة. نعم، فما دام الله قد اختارنا نحن بالذات للإيمان به، فلا بد أن يدفع لنا ثمن هذا الإيمان. نريد أن يضمن لنا الجنة في الآخرة. يا غبي، أمر الدنيا أولا. نريد دينا خفيف التكاليف، لا يحرم علينا المتعة والطرف. عين الصواب، فليس هناك إله بلا عباد يقدسونه ويبجلونه ويقدمون له القرابين. قدوس 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 قدوس. ماذا يفعلون؟ موسى ذاهب للقاء ربه. لقد أمر موسى أخاه هارون أن يخلفه فينا حتى يعود. أما كان أحدكم أجدر بهذا من هارون؟ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. مرت 30 ليلة ولم يعد موسى كما وعد. قد أخلف موسى بوعده، وهذا لا يليق برجل يقول إنه نبي. هل لا تريدون الرأي؟ نعم نعم نعم. إن موسى قد حبس عنكم ولن يعود.
ومن حبسه؟ ربه الذي وعده 30 ليلة، ولا بد أنه قد وجد عليه ما يستوجب حبسه. نبقى هنا ونحن لا نعرف متى يعود. أنا عندي رأي. أفصح عنه. أصنع لكم إلها تعبدونه. ماذا؟ إله حقا؟ هل تشكون في كفاءتي؟ لا، ولكن كيف؟ من الذهب. أي ذهب؟ الذي جمعتموه من أهل مصر وهربتم به. وما شأنك به؟ يا أغبياء، إن الله قد هيأ لكم هذا الذهب لسبب محدد. أي سبب؟ أن نصنع منه إلها. أم تراكم كنتم تظنون أن إله الشعب المختار مثلكم سوف يصنع من الحجارة أو الخشب؟ إذن سنجمع لك الذهب يا سامري، على أن تعاهدنا أن يكون إلها عظيما تبذل في صناعته كل موهبتك. أعاهدكم، سأعتكف وراء هذا التل 3 أيام فقط، سترون بعدها العجب. سامري، إياك والخديعة. المؤمنون لا يعرفون الخديعة. ضع ذهبك في الصندوق يا رجل. هذه كمية من الذهب تكفي لكي تكون ذراعا كاملا في جسد الإله المنتظر. لقد وعدتنا أن يكون إلها فخما، فلا تتراجع عن وعدك. سأبذل أفضل ما في تاريخي الطويل من خبرة. ضع ذهبك. ضع. لقد أخذت هذا الذهب من امرأة عنوة، أريد إلها يستحق ما ألاقيه من متاعب مع امرأتي. سترى عندما أصنعه ستعفو عنك امرأتك وستحبه حبا عظيما. هذا السامري، لماذا عاد بهذه السرعة؟ يا بني إسرائيل، لقد جاء إلهكم. ماذا تقول؟ أقول جاء إلهكم. جن الرجل. أين الذهب؟ أهي خدعة؟ بل حقيقة مدهشة وعظيمة. فما من غادرتكم إلى خلف هذا الجبل حتى سمعته مناديا. يا سامري، لقد جئت إلى القوم بنفسي بعد أن تاه موسى وضل الطريق إلي، وليعلم الجميع. هكذا قال؟ إنني لم أبعث موسى ولم أكلفه بالرسالة، ولقد جئتكم بنفسي لأعلنكم بهذا. هكذا قال. قلت له: لكني لا أراك يا إلهي. فقال: ألقي هذا الذهب على الرمال وسوف تسكنه روحي حيث لا يليق بها أن تسكن إلا جسدا من ذهب. وهل تريدنا أن نصدقك بهذه البساطة؟ سيقول لنا كما يقول موسى، إنه إله يرانا ولا نراه. لا، بل سترونه وتلمسونه وتسمعونه أيضا. هيا 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 معي. والآن هل خدعتكم؟ لا والله ما خدعتنا، إنه فعلا إله من ذهب. إله جميل. وبماذا يكلفنا إلهنا الجديد يا سامري؟ بالمتعة، بالرقص،
بالغناء. يا له من إله واسع الأفق. نعم، لقد عرف ما نريده بالضبط. ولم لا؟ أليس إلها؟ سنقيم له احتفالات وأعيادا كثيرة كما كان يفعل آل فرعون، ونقدم له القرابين. هذا إله غير آلهة آل فرعون، لا يقبل القرابين من الطيور والفاكهة والحبوب. وماذا يقبل؟ إنه إله من ذهب، ثم إنه إله متفهم لا يثقل عليكم بالتكاليف، ولكل هذا مقابل. نقدم له القرابين من الحسان الجميلات. لا ولا هذا أيضا، إنه لن يقبل إلا مثله. تقصد ذهبا؟ سندفع. نعم سندفع. لكن لمن ندفع؟ له شخصيا، فإذا سمعتم صوته ضعوا الذهب في فمه. ماذا تفعلون أيها التعساء؟ التعيس هو الذي ينظر ولا يصدق. يصدق ماذا أيها الغبي؟ يصدق ما يراه وما يسمعه. ويحكم، هذا مجرد صنم من ذهب. ألا ترون أنه لا يكلمكم ولا يهديكم سبيلا؟ بل يكلمنا، يكلمنا، ألا تسمع؟ أليس هذا كلام يا سامري؟ دعك منهم، هيا واصلوا العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. صدق الله العظيم. كانوا يرون أنه صنم من ذهب، ورغم ذلك جعلوه إلها. كانوا يهربون من تكاليف العبادة إلى عبث الحياة ولهوها. طلبوا النجاة من فرعون فأنجاهم، وضربوا الماء في قلب الصحراء فسقاهم، وأطعمهم وأغناهم. لكن ما أن ذهبت إليهم الله لإطاعة الله حتى عبدوا العجل وكفروا بآيات الله. ماذا فعل هارون مع هؤلاء التعساء أيها الصالح يوشع؟ نصحهم وذكرهم بنعم الله عليهم، لكنهم أصروا على ضلالهم. والله لو أمرنا هارون بقتالهم لقاتلناهم. لقد طلبنا منه هذا يا كالب، لكنه خشي أن يؤدي القتال إلى تفرق القوم شيعا وأحزابا. لن يرضع هؤلاء الضالون إلا نبي الله موسى، لكن متى يعود؟ لقد امتد غيابه عنا 40 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. يجب أن نختار اسما لإلهنا يا سامري. له اسم بالفعل يا رجل، هل هناك إله بدون اسم؟ وما اسمه؟ يهمود. يهمود،
يا له من اسم جميل يليق بإله. هيا نغني لإلهنا يهمود. ضع لنا كلاما نتغنى به يا سامري. بل اطلب منه أن يقول لنا كلاما من هذا الذي تقوله الآلهة. لكن احذر احذر أن ينقض عهده معنا ويطالبنا بأن نفعل كذا وكذا أو ننتهي عن كذا وكذا. نعم، نحن الذين نختار ما نفعل وما لا نفعل، أما هو فليس له عندنا إلا الرقص والغناء والقرابين. يا عزيزي، هل نسيت من قرابين؟ أرأيتم؟ ماذا يقول؟ يطلب القرابين. قل له أن يطمئن، فسوف نغدق عليه أفضل ما لدينا. المهم أن تثبتوا على دينكم عندما يعود موسى. دعك من موسى، فالمهم ما نحن فيه الآن. إله جميل من ذهب، واحتفال عظيم، ولهو وغناء. فلماذا التفكير في موسى؟ إنه خلف هذا الوادي يضرب في الصحراء منذ 40 يوما على غير هدى. يا بني إسرائيل لقد عاد موسى. يا سامري. لبيك أيها الصالح يوشع. لماذا لا تطلب من إلهك أن يدافع عن نفسه؟ أي إله أيها الصالح يوشع؟ إنه مجرد صنم، وهم يعرفون ذلك. لا، لقد أخبرنا أنه إله. بل أنتم الذين طلبتم أن أصنعه لكم. كاذب. سنعرف الآن من الكاذب. لقد أمر نبي الله بتحطيم هذا الصنم ثم حرقه وإلقاء رماده في الماء، ثم تشربون جميعا من هذا الماء. فمن كان منكم صادقا في إيمانه ولم يتخذ هذا العجل إلها فلن يؤثر فيه الماء، أما الكاذبون فسوف تسود وجوههم وسينفضح أمرهم على الملأ. هيا نفذوا أمر نبي الله. هيا اشربوا. اسود وجهك. وأنت أيضا. وأنت. قالوا لنبيهم: ادع لنا ربك أن يغفر لنا هذه المرة. وقال نبي الله: عليكم أن تقدموا برهانا. قالوا: نفعل ما تأمرنا به. فقال:
لقد كفرتم، وعقاب الكافر هو القتل. بلاء عظيم أن يقتل البريء أخاه المسيء. بلاء عظيم، بلاء عظيم أن يقتل البريء، أن يقتل البريء أخاه المسيء. لا تقوى أيديهم على قتل أبنائهم وأزواجهم وهم ينظرون إليهم. حكمة الله فيهم، لقد أنجاهم من القتل على يد فرعون وهم ينظرون، وها هو سبحانه يبتليهم بأن يقتلوا أنفسهم وهم ينظرون. إن نبي الله موسى يتضرع إلى الله باكيا أن يخفف عنهم هذا البلاء العظيم. وتجلت آية أخرى من آيات الله رأوها بأعينهم، اختفى قرص الشمس، هبط الليل قبل موعده، ولم يعد في مقدور القاتل أن يرى المقتول. أراد الله أن يغفرهم ويذكرهم وأن تخشع للحق ضمائرهم. أراد الله أن يطهرهم ويذكرهم وأن تخشع للحق ضمائرهم. أما أنت يا سامري. أنا أعترف بخطئي أيها الصالح يوشع، فاطلب من نبي الله أن يعفو عني. إن نبي الله قد حكم عليك بمفارقة القوم، لا يقربوك ولا يخالطوك، وكل من يمسك منهم وجبت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هيا إلى الصحراء. نعم إلى الصحراء، إلى الصحراء، ابتعد عليك اللعنة. أين أنت؟ ولماذا لا نناقش أمر الألواح؟ ألسنا نحن المكلفون بتنفيذ ما جاء بها؟ أمر الله يطاع ولا يناقش. هذا شأنكم دائما، تكفرون ثم تتوبون ثم تكفرون. إنه يعفو عنا دائما، فأخبرونا بما جاء من الألواح حتى نرى فيها رأينا. جاء فيها الهدى والرحمة والموعظة الحسنة. ليس لمثل هؤلاء، إنما الرحمة والموعظة للذين يرهبون ربهم ولا يعصون. إن الله لطيف بنا، هكذا عهدناه. ومع ذلك لا تشكرون. أخبرنا بما جاء في الألواح. 10 من التكاليف. 10 تنفرون من الطاعات حتى قبل أن تعرفوا محتواها. أخبرنا إذن بمحتواها. وعجل، نريد أن نطمئن. أن تسبحوا الله وتقدسوه دائما ولا تشركوا به شيئا.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تحلفوا باسم الله كذبا، ولا تشهدوا إلا بما ترون وتسمعون، ولا تحسدوا الغير على ما آتاهم الله من فضله، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تذبحوا لغير الله، ولا تفجروا بحليلة جاركم، وأحبوا لإخوانكم ما تحبونه لأنفسكم. ها ها، وبعد؟ هذا هو كل شيء. كل شيء؟ وهل بقي شيء؟ وكيف نستمتع بحياتنا إذا فعلنا كل هذا؟ ما عند الله خير وأبقى. نحن نسأل عما عند موسى. اتقوا الله وخافوه. نحن لا نقبل هذه التكاليف، أليس كذلك؟ بل نقبلها، ونقبل ما هو أكثر منها، ولكن بشرط. أي شرط؟ ألا يقول موسى إن كل هذه التكاليف جاءت من الألواح؟ هذا ما يقول. وإن هذه الألواح جاءت من عند الله، ويقول هذا أيضا. إذن اطلبوا من موسى أن تروا الله جهرة بأعينكم حتى تصدقوا ما يقول. نرى الله؟ ولم لا؟ الرجل يقول الحق، ألسنا مطالبون بعبادة الله؟ إذن من حقنا أن نراه حتى نتأكد من كل ما يقوله موسى. نعم، نريد أن نرى الله جهرة. هذا حقنا. إنه إلهنا، ومن حقنا عليه أن يستجيب لنا. نريد أن نرى الله جهرة. إذن اذهبوا إلى موسى وأبلغوه بقرارنا. نريد أن نرى الله جهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم.